السلام عليكم شباب، كيف راكم؟ احوالكم طيبه؟ نتمنى تكونوا يا ربي بخير. اولا قبل ما غادي نعرفكم الدرس ديال اليوم، كنعتذر على هذه الغيبه الطويله اللي غبت عليكم، وراه الصوت ديالي كيبين يعني السبب. مهم، اليوم تلاقينا بور فير اون نوفيل لوسون اللي هي لي تيست ديدونتيفيكاسيون دو كالك ايون، روائز الكشف عن بعض الايونات. دونك بما ان الامتحانات تقربوا، دونك جيتي اوبليجي باش نكمل لكم هاد لا لوسون هادي باش نقدروا نكملوا سلسلات التحضير لامتحان المحلي. الوغ هنا بالنسبه للدرس ديالنا غنطلقوا فيه او غنطلقوا من المحلي اللي حصلنا عليها في الدرس السابق، اللي هو تفاعل بعض الفلزات مع المحاليل الحمضية والقاعدية. كما شفنا في الدرس السابق، فإن المحاليل الحمضية تتفاعل مع فلز الحديد، الألومنيوم، الزنك، وينتج عن هذه التفاعلات غاز يحدث فرقعة أثناء التقريب لهب منه. هذا الغاز هو ثنائي الهيدروجين، سيلودي هيدروجين. بعد ذلك حصلنا على محاليل تحتوي على ايونات الكلوريوغ التي لم تشارك في التفاعل، وعلى ايونات فيزياء تنتج عن الفلزات المتفاعله. باغزومبل بالنسبه لفلز الحديد، ينتج لنا بعد تفاعله ايون الحديد الثاني الذي يتميز باللون الاخضر داخل المحلول. ايون الفلز الالومنيوم ينتج لنا ايون ال3 بلس ايون الالومنيوم الذي يعتبر ايونا عديم اللون داخل المحلول. الزنك ايضا ينتج لنا ايون زد ان2 بلس ايونات الزنك، والتي ايضا تتميز بانها او بكونها عديمه اللون داخل المحلول. دونك كون فو فوي ici l'expérience، dans l'expérience on va utiliser les solutions obtenues après les réactions de fer اللي كتعطينا هاد لا سوليسيون هادي كي لا كولور فيرت، الزنك اي الالومنيوم ال3 بلس. دونك ممكن نستعملوا نفس المحاليل اللي حصلنا عليها في الحصه السابقه او في الدرس السابق. ممكن نضيفوا او لا ممكن اننا نحضروا محاليل اللي هي جديده كتوفر على الايونات. حنا ليسونسييل عندنا هنايا هو انه يكون عندي الايونات المراد كشف عنها، اللي هي اف او 2 بلس، زد ان 2 بلس، ال3 بلس. وحنا حضرنا هاد المحاليل الاخرى اللي كتحتوي على ايونات اف او 3 بلس و سي او 2 بلس. الحاجه اللي كتميز لينا هاد الايونات كما قلت من قبل، كاين بعض الايونات اللي كتميز لينا باللون ديالها. باغ اكزومبل اف او 2 بلس كتميز باللون ديالها الاخضر داخل المحلول، سي او 2 بلس لونها ازرق داخل المحلول، اف او 3 بلس عندها لا كولور دو لاغوي او لون الصدى. اما بالنسبه لزد ان 2 بلس اي ال 3 بلس فهي عديمه اللون، سو سون دي زيون انكولور، يعني كي دون دي سوليسيون انكولور. هنايا في الدرس ديالنا غادي نتلاقاو باش نديرو ان تيست او بيان دي تيست ديدونتيفيكاسيون، روائز لكشف عن هذه الايونات. يعني خصنا نشوفو دي ميثود اللي نقدروا نعرفوا ان في هذا المحلول هذا عندي ايونات ديال اف او 2 بلس، وهنا كاين عندي زد ان 2 بلس، هنا عندي اف او 3 بلس اكسيتيرا. الوغ شنو هي لا ميثود بور ايدونتيفيي لي زيون؟ بعدا هنايا لا لوسون ديالنا او الدرس ديالنا كيتقسم لجوج ديال لي بارتي، جزئين. الجزء الاول هو اللي غنديروا فيه ليدونتيفيكاسيون دي زيون او بيان دي كاتيون، لي زيون بوزيتيف. باغ اكزومبل هنايا خدينا لي زيون ميتاليك او الايونات الفلزيه. كما نلاحظ الايونات الفلزيه كلها دي كاتيون، وهادشي راه سبق لي هضرت عليه. دونك عندي اف او 2 بلس، سي او 2 بلس، زد ان 2 بلس، ال 3 بلس، اف او 3 بلس. هاد الايونات هادي هما اللي كيتواجدوا في هاد المحاليل. دونك حاجه وحده اللي خصنا نعرفوها او كاينين امور اللي خصنا نعرفهم، وهادشي اللي غنذكر لكم في الدرس ديالي كالعاده. يعني غنذكر لكم الاشياء اللي اساسيه واللي خصنا نكونوا اللي خصنا نضبطوها في هاد لو نيفو هذا. هنايا اول حاجه خصنا نعرفوها هي اننا خصنا نعرفوا لا سوليسيون اللي كنستعملوها في ليدونتيفيكاسيون، او المحلول اللي كنقومو ب
باستعماله للتمييز او لا لي كما نقولوا حنا للكشف عن هذه الايونات. دونك المحلول اللي كنستعملوه بالنسبه للكاتيون او بالنسبه للايونات الفلزيه سي لا سود. دونك كون فو فوي هنايا كنضيفوا لا سود في كل اناء او في كل انبوب من هذه الانابيب الاختبار لكي نقوم بالكشف عن الايونات الموجوده في هذا في هذه الانابيب. دونك كنعتذر اولا على الصوت ديالي هنايا. من بعد ابري افوار اجوتي لا سود كنحصلوا كون فو فوي ايسي كنحصلوا على دي بريسيبيتي او كنحصلوا على رواسب. دونك غادي نحاول انتغري لكم هنايا لا رياكسيون اللي كتوقع او التفاعل ديال الترسيب اللي كيوقع في هاد لي كا هادو او لا غادي نحاول ناخذ لكم نعطيكم كلكو اكزامبل. دونك نشوفوا ليكسبيريونس ونرجعوا معايا باش نحاولوا اننا نشوفوا هاد لي بريسيبيتي هادو كيفاش نعبروا على هاد لي رياكسيون. Alors, nous avons fait la réaction de précipitation ou bien quelques, donc ça a été combattu, le chlorure de fer 2 اللي هو ديجا محلول اللي كيكون عنده لا كولور فيرت كنضيفوا له لا سود كنحصلوا على واحد البريسيبيتي فيغ واحد الراسب اللي هو اخضر اللي ديجا شفتوا لا كولور ديالو كيفاش كتكون فيغ فونسي. بالنسبه لباقي الايونات بالنسبه للايون الكويفر سي او دو بلس كنحصلوا على راسب اللون ديالو ازرق. اف او 3 بلس اللي بور ايدونتيفي اف او 3 بلس كنحصلوا على راسب اللون ديالو oui, il a la couleur oui. Pour l'aluminium Al3+, on obtient une ou bien un précipité aussi blanc. يعني بحال وبحال لو زانك بحال بحال ايونات الزانك. دونك هنايا شنو خصنا نديرو بغينا نتعرفوا على هاد لي رياكسيون شنو كيوقع فيهم بالضبط. دونك هنا باش نتعرفوا على هاد الشيء غنحاول انني نشوف معكم هاد شنو كاين عندي في هاد لي تيوب. باغ اكزومبل هنايا شنو عندنا عندي Cu2+ وعندي SO4 2-. هو هذا لو سيفات دو كويفر. دونك الايونات لي زيون ا ايدونتيفي هما Cu2+. هاد الايونات كيتفاعلوا مع ايونات سالبة ديال لا سود هادو. الوغ هادو كيتفاعلوا لي مع هادي باش كيعطوني هاد الراسب الازرق اللي عندي هنايا. الوغ دابخي لا رياكسيون دونك لا رياكسيون اللي كنسميها رياكسيون دو بريسيبيتاسيون او معادلة الترسيب اللي هي على هاد الشكل هذا عندي Cu2+ مع HO- ولا OH- اللي كتعطيني واحد البريسيبيتي فيغ عفوا بلو واحد الراسب اللي هو ازرق. هنايا نمشيو للمعادله او للرياكسيون الثانيه اللي هو Fe2+ بور ايدونتيفي Fe2+ هادو هما الايونات. الوغ كيما قلت بالنسبه للايون اللي كشف عن ايون اف او 2 بلس فان هاد الايونات هذه كتفاعل مع ايون الموجب يعني الهيدروكسيد
ديال لاسود. الوغ هنايا كتعطيني معادلة اف او دو بلوس زائد او اش مور. بالنسبة لبوغ ايدونتيفي زاد ان دو بلوس، هاد الايونات كتفاعلي مع او اش مور بوغ دوني هاد ليكواسيون بلوس او اش مور. التفاعل الرابع كيعطيني اف او تخوا بلوس بلوس او اش مور اوسي. الاخير ال تخوا بلوس او اش مور. دونك هادو هما المعادلات اللي غنحصلو عليهم. هنايا كنحصلو على دي بريسيبيتي او رواسب ذات الوان مختلفه. دونك الان غادي ننتقلوا كيفاش نستخرجوا هاد لي بريسيبيتي اللي عطاونا هنايا، كيفاش نستخرج لا فورمول ديالهم وكيفاش نخرج معادله ديال الترسيب. الوغ سي او دو بلس هي ايونات النحاس اللي عندها جوج ديال الشحن موجبه، يعني عندها دو لاكون، عندها جوج ديال الالكترونات اللي مفقوده. الوغ بوغ ساتوري هاد لي نيفو ديال هاد السائل الكبير شنو خاصو يكون عنده؟ خاصها تفاعل لي مع واحد الايون او لا واحد مجموعه من الايونات اللي خاصها تعطيها دو زيليكترون. هنا كما كنلاحظوا او اش موا عندها اون شارج نيجاتيف او نيكسي، عندها شارج وحده نيجاتيف. الوغ سي او دو بلس باش انها خصها تفاعل لي مع او اش موا خاصني هنايا جوج ديال او اش موا. يعني هنا الا بغيت نشرح لكم طريقه واحده اخرى، سي او دو بلس هي واحد الذره ديال النحاس عندها جوج ديال لي لاكون، لي لاكون عندها جوج ديال الفراغات، يعني واحد الالكترون مشى لها واحد الالكترون مشى لها، جوج ديال الالكترونات اللي مشاو لها. باش انها دير واحد لا ليزو مع او اش موا، او اش موا هي مجموعه من الذرات اللي عندها الكترون زايد، عندها واحد الكترون ها هو زايد، هذا عندها جوج ديال الفراغات وهذه عندها الكترون زايد. دونك هذه باش دير لنا اون ليزو مع سي او دو بلس، هذا الالكترون هذا كتعمر به هاد البلاصه. دونك هذا كنحاول اننا نهضروا بطريقه اللي هي مجازيه باش نقدروا نستوعبوا شنو كيوقع. دونك هاد او اش موا عندها واحد الالكترون اللي هو زايد، دونك الا عطاتو للسي او دونك راه غادي تقدر تربط معاها علاقه، دونك هنا او تربط معاها اون ليزو واحد الرابطه. دونك هنايا نعطيوها الالكترون اللي زايد عند او اش موا باش تربط معاها واحد لا ليزون، ها هي لا ليزون اللي ربطات او اش او اش موا مع سي او دو بلس. بقات لي واحد لاكون هنايا، بقى لي واحد الفراغ، يعني هاد سي او دو بلس خاصها او اش موا اللي غادي اللي غيملأ ليها هاد لاكون اللي عندها هنا، وخاصها او اش موا وحده اخرى حتى هي اللي غتلي حاول انها غادي تربط واحد لا ليزون معاها وتملأ لها الفراغ الثاني. دونك سي او دو بلس خاصها دو او اش موا باش تقدر انها تكون نوتر، باش تقدر يكون عندي واحد الموليكول او واحد الجزيئه اللي هي نوتر. دونك الجزيئه كتكون على هذا الشكل سي او مع او اش مع او اش. دونك هكا هاد الجزيئه غتكون بهذه الطريقه هذه. الا بغينا نمثلوها بطريقه اللي هي مبسطه. دونك هنايا شنو كتعطيني؟ سي او دو بلس مع اثنان او اش موا. دونك هاد اثنان هي اللي كتخلق ليا هذاك لا نوتراليتي باش نقدر نحصل على جزيئه اللي هي الكتريكومون نوتر. دونك في الاخر هاد الجزيئه شنو كيفاش غنلقى لا فورمول ديالها؟ كتكون سي او وحده من او اش ومن او اش وحده اخرى. دونك سي او او اش 2 يعني 2 ديال او اش. دونك هادي لا فورمول ديال هذاك لو بريسيبيتي بلو، هاد الراسب الازرق اللي حصلنا عليه هنا، هادي لا فورمول ديالو. دونك باش نعبر على انه سي تان بريسيبيتي كندير له واحد السهم بالاسفل، وديما لا نضيف هنايا كو سي تان بريسيبيتي بلو. دونك هادي كمعلومه. بالنسبه للحديث الثاني، الحديد الثاني اثناء ترسب به او ترسيبه كناخذو اف او دو بلس بوغ غاردي هذاك لا نوتراليتي. هنايا خاصو 2 او اش موا، 2 او اش موا. دونك من هنا كنجمعو هاد لي دو زيون بوغ افواغ اون موليكول كتعطيني اف او او اش 2. دونك عندي 2 او اش موا pour la neutralité. Donc c'est un FeOH2, c'est un précipité l'on dit alors vert, précipité vert. On dit Zn de plus plus OH moins, donc on a itnan OH moins, donc c'est un Zn OH2, c'est un précipité blanc.
اف او 3 بلس مع او اش موان. دونك هنا الا لاحظتوا عندي 3 بلس، دونك هنا 3 او اش موان، الا فو 3 او اش موان كتعطيني اف او او اش 3. هذا سي ان بريسيبيتي روي، عنده لا كولور دو لا روي لون الصدى. قال لي اخيرا ال 3 بلس مع او اش موان، دونك هنا عندي 3 ال او اش 3 سي ان بريسيبيتي بلون. دونك هادو هما لي زيكواسيون دو بريسيپيتاسيون. انطلاقا من هاد لي زيكواسيون هادو غادي نحاول انني نملا هاد لو طابلو. الوغ هنايا لا كولور دو لا سوليسيون او لون اللون المحلول. دونك هنا ملي كنقول لك كولور دو سوليسيون ماشي هي لا كولور دو بريسيپيتي، ما كنهضرش على هاد على هاد الرواسب اللي حصلنا عليهم هنا، كنهضر على لا كولور دو لا سوليسيون اللي انطلقنا منها. دونك لا سوليسيون الاولى شنو هي لا كولور ديالها؟ اي لي بلو. ثانيه فيغ، ثالثه ان كولور، روي ان كولور. دونك هادشي اللي غنكتبو في هاد لو طابلو هذا. دونك عندي هنا اي لي بلو لا كولور، لا سوليسيون اي بلو. هنايا لا سوليسيون اي لي فيرت، هنا اي لي ان كولور، هنا اي لي روي، هنا اي لي ان كولور ان كولور. ليون ا ايدونتيفيي او شنو هما الايونات المراد كشف عنها. في المحلول الاول نريد الكشف عن سي او 2 بلس، المحلول الثاني اف او 2 بلس، الثالث زد ان 2 بلس، الرابع اف او 3 بلس، والاخير ال 3 بلس. عندي لو برودوي ابري لاجو دو سود. دونك ملي كان نضيفو لا سود او المحلول الكاشف اللي هو الصودا، شنو هو لو برودوي، شنو هو الناتج اللي كينتج لينا؟ في كل الحالات نتج لينا دي بريسيبيتي او لا رواسب. دونك هاد الرواسب غنحاول نعطي جميع المعلومات اللي ممكن انها تطلب لينا معنا في الفرض او لا في الامتحان. دونك شنو هما المعلومات المهمه على لو بريسيبيتي؟ خصنا نذكروا اللون ديالو، نذكروا الاسم ديالو، نذكروا لا فورمول ديالو. اوكي دونك هنا ناخذ بالنسبه للترسيب الاول هنايا الرسيب اللي حصلنا عليه هو هذا، فو فوايي هو سي او اش 2. مناش حصلنا على هذا الرسيب؟ هذا حصلنا عليه من الايونات ديال الهيدروكسيد هنا ومن الايونات ديال النحاس. اذا الاسم ديالو كنجيبوه من هاد الايونات اللي جاونا منه. الوغ هذا هيدروكسيد، هذا لو كويفر. الوغ هاد لو بريسيبيتي كيسميتو ليدروكسيد دو كويفر، ليدروكسيد دو كويفر. دونك سي ان بريسيبيتي دابور، سي ان بريسيبيتي بلو، راسب ازرق. لو نون ديالو سي هيدروكسيد دو صوديوم، هيدروكسيد دو كويفر. اي سا فورمول سي سي او او اش 2. دونك هادو هما يعني هذه هي لافورماسيون بارفيت. انا نذكروا اللون، نذكروا الاسم، نذكروا لا فورمول. ليكواسيون دو بريسيبيتاسيون هي هذه ليكواسيون دو بريسيبيتاسيون. الايون المراد كشف عنه هو سي او 2 بلس، الايون الكاشف سي او اش موان. دونك هنايا لا نوتراليتي كتخليني هنا نعطي لو كوفيسيون 2، وعاد نكتب لو بريسيبيتي اوبتوني سي او او اش 2. هنايا انتبهوا ان او اش خصها تكون بين قوسين، ان كلها كناخذوها في اتمام. نمشيو للترسيب الثاني ولا الرياكسيون الثانيه اللي هي هادي. الوغ شنو هو لو بريسيبيتي اللي حصلنا عليه؟ سي ان بريسيبيتي فيغ. Il son nom c'est hydroxyde de fer 2, fer 2, et sa formule c'est Fe3H2. Maintenant l'équation c'est Fe2 plus plus 2OH moins qui donne FeOH2 précipité. Maintenant c'est un précipité blanc. C'est l'hydroxyde de zinc, CZNOH2. Hnaya Fe3+, c'est un précipité roux. C'est l'hydroxyde de fer 3. Sa formule c'est FeOH3.
هنايا سي ان بريسيبيتي بلون، سي ليدروكسيد دو او بيان دالومنيوم، دالومنيوم سي ال او اش 3. ندوز ال لي زيكواسيون، عندي هنا زد ان دو بلوس دو او اش موان، سا دون زد ان او اش 2. هنايا عندي اف او 3 بلوس 3 او اش موان، اف او او اش 3. عندي enfin ال 3 بلوس بلوس 3 او اش موان كي دون ال او اش 3. Donc, on passe à la conclusion. La soude nommée aussi. Donc, quel est le nom, le deuxième nom de la soude? La soude nommée aussi l'hydroxyde de sodium est la solution utilisée pour identifier les cations. Donc, il s'appelle hydroxyde de sodium pour identifier les cations. Comme Fe2+, Fe3+. Cu2+, Al3+, etc. L'hydroxyde de zinc et l'hydroxyde d'aluminium sont blancs. Et pour les différencier entre les deux, donc l'hydroxyde de zinc et l'hydroxyde d'aluminium, ils sont blancs. Les précipités, les deux précipités, ils sont blancs. Alors, pour différencier entre les deux, il y a une mise juste les précipités. Je leur sens dire. دونك المعلومه اللي ما ذكرتها لكمش قبيله في ليكسبيريونس هي اننا ملي كنبغيو نميزو ما بين لي دو، كنبغيو نميزو ما بين الهيدروكسيد دو زنك و الهيدروكسيد دالومنيوم، اننا اون فا اجوتي ان اكسي دو سود، كنضيفو الصودا بكميه وافره. ملي كنضيفو الصودا بكميه وافره الهيدروكسيد دو زنك هذا هاد لو بريسيبيتي هذا الراس اللي عندنا هنا كيدوب، اي سو ديسو داكوغ، اي سو ديسو كيدوب لينا في كميه وافره من الصودا. مي بالنسبه للالومنيوم كيبقى عندي الراس كيما هو. دونك هنايا بوغ ديفيرونسي انتر لي دو اون اجوت اون اكسي دو لا سود l'hydroxyde de zinc se dissout. Yedoubo, ida adafna kemia wafira mina asouda. Donc contrairement au LAX, l'hydroxyde de d'aluminium. Donc il y a un douze la partie 2, partie 10, il y a de l'identification. Test d'identification des anions, par exemple, il y a un ordre de chlorure et un chlorure. L'acide chlorhydrique. Maintenant, on a l'acide chlorhydrique, il y a la formule H+, Cl-. Cl-. On a un ordre de chlorure, on a le chlorure de sodium, il y a un ordre de chlorure, il y a un ordre de donc, le malih Na plus Cl-. حتى هو كيتحتوي على ايونات السائل مو ممكن بكل بساطه نعتمدوا عليه في هذه التجربه هذه. دونك ناخذ الماء المالح وكنديروا محلول كاشف. شنو هو المحلول الكاشف في هذه الحاله؟ ماشي هو لاسود، المحلول الكاشف بالنسبه للكلوريغ هو كيتسمى لو نيتراد دارجون، لو نيتراد دارجون اللي عنده لا فورمول ايونيك ديالو هي Ag+ NO3-. كون فو فوايي هنايا دونك السائل مو بعدا سو سون دي زيون انكولور. ملي كنضيفو لو نيتراد دارجون كنحصلو على ان بريسيبيتي بلون. ولكن شنو كيميز لينا هاد لو بريسيبيتي بلون؟ راه ماشي بحال لي بريسيبيتي، ماشي بحال الرواسب اللي حصلنا عليهم قبيلات في الزنك وفي الالومنيوم. هاد لي بريسيبيتي او هاد الرواسب الابيض اللي حصلنا عليه هنا الا خليناه في الضوء هو حساس، عباره عن محلول حساس للضوء. دونك من الا خليناه في الضوء اي سو نوارسي، دونك يسود تحت تأثير الضوء. هو عبارة عن رسيب أبيض لكنه يسود تحت تأثير الضوء لأنه عبارة عن مادة كيميائية حساسة للضوء، كي تعتبر بين مستقبلات الضوئية.
دونك المستقبلات الضوئيه اللي قريناهم في السنه الثانيه. الوغ من بين المستقبلات الضوئيه عندي هاد الكلوغور دارجون، هاد الكلوغور دارجون اللي كنحصلوا عليه من بعد ما كنضيفوا نيترات دارجون اي محلول فيه ايونات الكلوريه. دونك هنايا بالنسبه للترسيب ندوزو للترسيب، عرفنا الرسيب شنو هو، رسيب اللي هو اللون ديالو ابيض، مي بغينا نعرفو شنو كيوقع، شنو كيوقع اولا شنو من الايونات اللي كيتفاعلوا. بيان سور ليون ايدونتيفي او الايون اللي المراد كشف عنه هو السي ام واي، يعني هو اول متفاعلات، وعندي هاد ايون سالم يعني غيتفاعل مع الايون الموجب ديال هاد المحلول الكاشف. دونك المعادله او التفاعل كيوقع ما بين اج بلس وما سي ال موا. دونك ليكواسيون غتكون هي اج بلس بلس سي ال موا اللي غيعطوني واحد لو بريسيبيتي يعني واحد جزيئه. دونك هنا الى لاحظنا هنا عندي عندي واحد لو سين بلس واحد لو سين هنا موا، دونك هادو راه ممكن يعطوني موليكول اللي غتكون نوتر. Donc la molécule obtenue c'est AgCl, c'est un précipité blanc qui noircit à la lumière. Ah oui, soit d'où ça s'attire à d'où. Donc l'ion à identifier c'est Cl-. Le produit, yani le racib natij, c'est un précipité blanc qui noircit à la lumière, à la lumière. هادشي اللي كيميزو على لي بريسيبيتي اللي هضرنا عليهم قبيله، ونعطيو الاسم ديالو. الاسم ديالو كما كتشوفوا هنا كيتكون الكلورور اي لارجون، دونك سميتو الكلورور دارجون، كلورور دارجون، و سا فورمي سي اج سي ال. لو نيترات دارجون اج بلس انو 3 موا، هاد انو 3 موا هما كيتسموا ايونات النيترات، لي زيون دو نيترات، اي لا سوليسيون اتيليزي بور ايدونتيفيي لي زانيون، لي زانيون كوم les anions comme Cl-. Le chlorure d'argent AgCl, donc, je ne vois pas le différence entre les précipités blancs les sont allés au moment noirci, bien ce noirci, à la lumière, contrairement à, yani à l'axe, les précipités, les sont allés au moment les sont contrairement à l'hydroxyde de zinc et l'hydroxyde d'aluminium. Alors on passe maintenant à l'application. On veut identifier la nature d'une solution trouvée dans le laboratoire. Pour cette raison, on prend des échantillons de la solution précédente et on ajoute le nitrate d'argent et la soude respectivement à l'échantillon A et à l'échantillon B. Donc, l'application, je vais te dire. Parce que j'ai la solution, c'est X par exemple. J'ai l'échantillon A, j'ai l'échantillon B. J'ai l'échantillon A, nitrate d'argent. Ag plus. NO3 moins. Ou elle dit d'offrir à la soude. NA plus OH moins. Et là, je suis là. L'échantillon lourd, je suis là. Je suis là. Un précipité blanc. Blanc. Et là, je suis là. Un précipité vert. Donc là, je suis là. Un précipité. Précipité vert. Donc, je suis là. On va remplir le tableau. On va remplir le tableau. L'échantillon A, il est wahada. L'échantillon B, il est wahada. Donc, je n'ai la solution utilisée pour identifier les ions. Je n'ai pas le cachet qui est le cachet de l'ion. Je n'ai pas le nitrate d'argent. Je n'ai pas la soude. Donc, A, c'est maintenant le nitrate d'argent. La formule de l'eau est Ag+. NO3-. Je n'ai pas la soude. La soude. NA plus OH moins. L'ion a identifié. Je vais vous donner les ions que je vais هنا. Donc, je vais vous le nitrate d'argent. Je vais vous donner les Cl moins. Cl moins. Je vais vous donner la soude. Je vais vous donner les ions filisiers. Je vais vous donner les ions. Je vais vous donner les ions. Ou le précipité qui est en train de se faire. Je vais vous donner les ions. Je vais vous donner les Fe de plus.
هي اللي كتميزنا باللون يعني بإعطائنا هاد لو بريسيبيتي فيغ. نمشيو لإكواسيون ديدونتيفيكاسيون لإكواسيون دو بريسيبيتاسيون. ألوغ هنايا عندي أج بلس كتفاعل مع سي إل موان، أج بلس سي إل موان كتعطيني أج سي إل. هذا سي أن بريسيبيتي بلون كينواغسي أ لا لوميير. هنا لا سود عندي إف أو دو بلس كتفاعل لي مع أو أش موان، إف أو دو بلس مع أو أش موان دائما هنا كناخد دو أو أش موان كتعطيني إف أو أو أش دو. هذا سي أن بريسيبيتي فيغ. Donnez le nom et la formule de la solution inconnue. Had la solution inconnue x, donnez le nom et la formule de la. Donc, on a fait un test pour voir les unités qui sont dans x. On a fait un test pour voir les unités qui sont dans CL, parce qu'on a fait un test pour voir les l'ajout de le nitrate d'argent. Alors, x qui est sur CL. و هنايا من بعد ما حصلنا على لو بريسيبيتي فيغ اكتشفت ان هذا المحلول اكس نفسه كيحتوي على ايونات اف او دو بلس، اذا فيه سي ال موان وفيه اف او دو بلس، اذا الصيغه ديالته هي اف او دو بلس بلس سي ال موان مع اثنان هنايا بيان سور، لان هنا خصني نخلق هذيك لا نوتراليتي الكتريك. دونك هذه هي لا فورمي ديال لا سوليسيون. من بعد ما لقينا لا فورمي ممكن نلقى حتى الاسم انطلاقا من الايونات اللي متواجده فيه. شنو هو الاسم ديالو؟ بيان سور غيكون هو لو كلوريور دو فير 2. Le chlorure de fer 2. Donc le nom c'est le chlorure de fer 2. Chlorure de fer 2. Sa formule c'est Fe2 plus 2Cl-. Donc, c'est l'application. نتمنى ان الشرح يكون واضح، نتمنى انه خاصه عندي شويه ناقص يكون وصل لكم ولو القليل من ليكسبليكاسيون، ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله.